واحد بيقول امرأة تزوجت بعمها من الرضاعة، قعدت معها 20 سنة وعندها أولاد وأحفاد، واكتشفت القضية دي وقلت لنا الزواج باطل والدنيا خربانة ولا بد من الفسخ الفوري. طب نعمل ايه؟ نقول له طلق ولا يروح للمحكمة يفسخ؟ طب هذا بلغة القانونيين. لا مانع احنا نسعى في ترسيم هذا البطلان واصدار وثائق قانونية به عشان تبنى عليه المواقف العملية، لكن لها مهر المسمى، ما دفعوا لها تأخذه، أو المهر المثلي خلاف بين أهل العلم في هذا. في الباب حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ويستبرأ رحمها بحيضة. لأن المقصود براءة الرحم فقط، الله لم يجعل عدة إلا على المطلقات، أما المفسوخات ليس عليهن عدة كاملة، استبراء الرحم بحيضة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فلم يجعل الله عدة إلا على المطلقات وليس على غيرهن.